السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون من التمارين بشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأخطاء اللي يقعون فيها الرياضيين، اللي هو ممكن أن بدال لا يزيد من الكتلة العضلية يخسر نوعا ما من الكتلة العضلية، تسبب له إصابات، تسبب له إرهاق في التمرين، وممكن أثناء التمرين يلاحظ أن الجسم ما قام يشد معه نفس السابق بسبب المبالغة في التمرين بشكل كبير. أول شيء لازم تحدد هدفك، تعرف اللي أنت تبي توصل له، عدم المبالغة في التمارين، عدم المبالغة في تمارين الكارديو، وأيضا عدم إطالة وقت التمرين بسبب أنك توصل حق حالة مزاجية غير لائقة للتمرين، مثلا الملل. فبالتالي أنك لما تتمرن تتمرن بشكل اللي هو بشكل غير قوي، اللي هو ما يساعدك على أنك تمارس تمارينك بشكل صحيح. فبالتالي أول شيء اللي هو عدم المبالغة بالتمرين، عدم المبالغة بالتمرين، مثلا عدد الجولات تلعب مثلا 40 إلى 50 جولة في التمرين نفسه، أو تلعب 7 جولات أو 8 جولات، فهذه الطريقة خاطئة. أنت تحتاج فقط أنك تلعب مثلا 3 إلى 4 جولات في عدد تكرارات معينة، ولازم تحدد هدفك، ما هو هدفك على أساس حق العضلة هذه، أو ممكن عندك منطقة ضعيفة في الجسم فبتركز عليها، ممكن تزيد من عدد الجولات، تزيد من عدد التكرارات حق هذه المنطقة، ولكن مو بكل التمارين بشكل عام. أيضا بالنسبة حق الشخص اللي هو ممكن أنه يزيد في عدد الجولات بشكل كبير، تلاحظ يزيد في عدد التمارين 8 تمارين أو 9 تمارين للعضلة الواحدة، أيضا هذه الطريقة خاطئة. أنت تحتاج 5 إلى 6 تمارين إلى 7 تمارين أقصى حد إذا أنت كنت تتمرن عضلة واحدة فقط باليوم، فهذه العضلة الواحدة ممكن أنك تتمرن 7 تمارين، ولكن عدد تكراراتك ما تكون عالية بشكل كبير، عدد تكراراتك تكون اللي هي مناسبة حق تمرينك. فبالتالي اختيار البرنامج التدريبي الصحيح هو اللي راح يساعدك أنك توصل حق هدفك بشكل الصحيح وبالطريقة الصحيحة. هذه الطريقة حاول تتبعها بشكل كبير. أيضا عندك بالنسبة حق تمارين الكارديو، ممكن الشخص يقول لك أنا بخسر دهون، فراح ألعب مثلا 2 إلى 1.5 ساعة كارديو، راح أزيد السرعة أيضا إلى مستوى عالي خلال هذه الساعة أو الساعتين. لا، أنت هنا قاعد تخسر الدهون والماء الزائد، وأيضا قاعد تخسر اللي هو بشكل كبير اللي هو الكتلة العضلية، فقاعد تخسر كل شيء في اللي هو في نفس الوقت، بسبب انك قاعد تسبب هدم عضلي اثناء التمرين واثناء تمارين الكارديو. فايضا عدم المبالغه في تمرين الكارديو، تقدر انت تلعب تمارين كارديو مع تمارين الحديد او الكروسفيت، ولكن قلل من تمارين الحديد او تمارين كمال الاجسام او الكروسفيت، وايضا قلل من تمارين الكارديو. انت هنا جمعت بين تمرينين في وقت اقصر، فراح يساعدك بشكل كبير على اكتساب الكتلة العضلية وتحسين الأداء الرياضي، وكذلك زيادة لياقتك البدنية بشكل كبير. فهذه الطريقة الصحيحة، ابتعد عن الأخطاء لأن هي اللي راح تسبب لك مشاكل في اللي هو تمارينك بشكل، أو عدم الاستفادة من التمارين بشكل الصحيح. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين مع البار الموجود خلفي اللي هو مثبت في القرص، اللي هو عبارة عن 5 كيلو، راح استهدف فيه أكثر من عضلة اللي هي عضلة المعدة وكذلك عضلة الأكتاف، وأيضا أثناء التمارين راح أبين لكم العضلات اللي راح استهدفها. التمرين الأول راح يكون كالتالي، طريقة التمرين راح تكون كالتالي، أثبت القرص
بهذه الطريقة. أيضا أحاول أني أحرك الجسم بهذا الشكل. طبعا هذا التمرين راح يساعدني على شد عضلة الصدر، ولكن أنا راح أستهدف اللي هو عضلة المعدة، فبالتالي أحاول أصعد قدر المستطاع بهذه الطريقة. لاحظ أيضا ممكن الرجل تتحرك معك بسبب أن الوزن نوعا ما يكون أصعب ثبت على جهة واحدة، فبالتالي حاول قدر المستطاع أنك تصعد بهذا الشكل. لاحظ هذه طريقة التمرين. أيضا الشخص اللي ممكن الرجل ما تكون ثابتة معه ممكن يثبتها أو يثبت عليها وزن على أساس أثناء الصعود تساعده على تثبيت رجله. هذا التمرين الأول، عدد الجولات تكون اللي هي 3 جولات في 10 تكرارات. التمرين اللي هو الثاني راح استهدف فيه عضلة الأكتاف. آخذ البار بهذه الطريقة، أثبت جسمي بهذا الشكل. لاحظ أحرك بهذه الطريقة. طبعا لاحظ أثناء نزول البار نوعا ما أرجع إلى الخلف أثناء الصعود بهذه الطريقة. عدد التكرارات تكون اللي هي 10 تكرارات في 3 جولات على استهداف عضلة الأكتاف الأمامي. التمرين اللي بعده راح استهدف اللي هو عضلة الرجل. راح أثبت البار على جسمي بهذه الطريقة، أنزل بهذا الشكل. هذا التمرين راح يستهدف عضلات الرجل واللي هو يعرف بتمرين سكوات. لاحظ وبهذه الطريقة. طبعا لاحظ ان البار راح استهدف فيه اكثر من عضلة. هذه التمارين تساعدك في انها تكون تمارين منزلية، وايضا تقدر تستخدم البار على اساس يساعدك على استهداف عضلات كثيرة من الجسم. عدد الجولات تكون 4 جولات في 13 تكرار بالنسبة حق عضلة الرجل. الحين طبعا راح استهدف العضلة البطنية للظهر بهذا الشكل، انزل اصعد بهذه الطريقة. هذا التمرين راح يستهدف لي العضلة القطنية اللي هي اسفل الظهر من هذه المنطقة. لاحظ عضلات متفرقة من الجسم قاعد اخذها في مناطق مختلفة. عدد الجولات 3 جولات في 10 تكرارات، وهذا كان ان شاء الله التمرين الاخير. في الحلقات المقبلة نقدم لكم تمارين اخرى ان شاء الله تستفيدون منها، ونلقاكم في حلقات مقبلة.